شايف فيهم الجهازية وأنا شايف فيهم كل الصلاح ويعني أمل. عمر أحمد هو عمر أحمد محمد محمود مرسي، شلت مرسي من الآخر، عمر أحمد محمد وبس. عمر نزل يوم 27/1 على كوبري قصر النيل. أنا مش هجري، أقول الصدق. عمر كان بيشترك في الاشتباكات ضد الداخلية. أيوه. عمر اتقبض عليه سليم على كوبري قصر النيل. لما اتقبض عليه دخل اسم قصر النيل. أنا تاني يوم رحت الصبح يوم الساعة 28 الصبح على اسم قصر النيل، لقيت اسم عمر وكان معايا أخوه. اسم عمر أحمد عمر محمد محمود مرسي. فاتأكدت إن عمر سليم عندهم. فقلت هضمنه وهعمل أي حاجة في قضية، هجيب المحامي وخلاص. قالوا لي لا روح اسم عابدين. رحت اسم عابدين ما لقيتش عمر. ما لقيتش الاسم خالص. وبدأت ألف على المستشفيات، بدأت ألف على الإسعاف. عملت بلاغ في شرطة النجدة. تخيلوا لما اروح لشرطة النجدة والاقي امين شرطة قاعد بياخد البيانات على ورقة بيضاء كده، بيكتب الاسم وياخد الصورة ويقول لي اصل الجهاز عطلان. خلاص لما نلاقيها نبقى نبلغها. لما رحت اعمل محضر في اسم قصر النيل تغيب لعمر وواخد الصورة، اتعرف عليها موظف اسمه الاستاذ محمد حسان، حتى فكرني بالشيخ محمد حسان عشان ما انساش الاسم، كارت التليفون وكل حاجة عشان اشكره. لانه طمني، قال لي ابنك كان هنا سليم وفي ضربه في خد الشمال. عمر لما لقيناه يوم 31 في المستشفى كان في اثر كدمه في خد الشمال، مستشفى الامن بتاع الهلال الاحمر. سجل عمر بنفس تاريخ ما اختفى من على كوبري قصر النيل. ما رضيش يكتب في تقريره اي اثار في جسم عمر نهائي. اثر الكدمه اللي في وشه اللي اجلبني عنها موظف في اسم قصر النيل ما رضوش يكتبوها. بيكتبوا تقارير بحيث انها تهون الموقف وما تقولش ان في تعذيب ولا حاجه. يوم 31 كان اسم عمر محول من الامن المركزي في الجبل الاحمر لمحكمه باب الخلق، ولقيت اسم عمر موجود في الكشف. وللاسف لما دخلت اشوفه جوه ما لقيتوش. قبلها بيومين دخلت محكمه زينهم النيابه، دخلوني جوه. انا بس عايز اشهد، ودي بقى يعني اكتر حاجه هشهد عليها، لان دي شهاده راي العين مش حد قال لي. لا انا دخلت محكمه زينو قلت لهم لو سمحتوا اي واحد اسمه عمر قولوا له على اسمه، لان كل شويه يظهر الاسم يختفي. والظابط رقب بحالي لاني نهار ودخلني. دخلت قال امين الشرطه قال اللي اسمه عمر يطلع، اي واحد اسمه عمر يطلع. طلع لي ثلاثه، اقسم بالله العظيم يمين وحسب عليه قدام ربنا. الثلاثة دول الوش ده ازرق، العينين حمراء زي الدم. الامين بيقول لي ده وبيلمس كتف ولد منهم، الولد سرق مش قادر يستحمل لمس كتفه من الامين. اصبح يعني اتاكدت تماما انه الداخليه بتعزي، الداخليه بتعزي. الدستور اللي انا قلت عليه نعم وكنت بتخانق مع ابني، على فكره ابني رفض يدخل في العمليه السياسيه من اولها لاخرها، لانها عارف انها خدعه. كده النظام ما اتغيرش، النظام ما اتغيرش. انا مجلس الشورى عملت قانون يحاسب اللي يعمل التعذيب؟ مفيش. لحد دلوقتي ما طلعش القانون ده، بينما في قانون تاني بسرعه للمظاهرات. في قانون ضد المظاهرات لكن مفيش قانون ضد التعذيب. لان قانون المظاهرات مطلوب حالا، اما قانون التعذيب يا جماعه مش مشكله. كمان اذا كان الدستور هو عقد بيني وبينك يا مرسي، العقد ده بيقول ما تعذبش ولادي، ما تهددنيش، ما تحسسنيش بالخوف وقله